بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. الحياة الزوجية مش لازم نسيبها للأهواء والظروف، أصل أساسها هو المودة والرحمة، والعشرة بين الأزواج لازم تكون بالمعروف، يعني نراعي ربنا في بعض، مش نراقب بعض ونعيش دايما في شك وخوف. ربنا قال لنا العشرة بين الأزواج بالمعروف يعني مش تحدي وصراع بقى للأسف مكشوف. حتى وقت الانفصال ربنا أمرنا بالحسنى والمعروف، من غير أذى للأسف انتشر وأصبح مألوف. إزاي نعاشر بعض بالمعروف حتى وقت الانفصال؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا أستاذة لميا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. دايما السؤال قبل ما نتكلم بقى في الانفصال، خلينا نتكلم في البدايات. دايما السؤال اللي ممكن اي حد يسأله التاني، هو ايه المعايير السليمة والصحيحة اللي اقدر اختار بيها شريك حياتي او شريكة حياتي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحقيقة موضوع مهم جدا يا أستاذة لميا، اختيار المعايير، اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والعكس. بس خليني قبل ما أتكلم عن هذه المعايير أتكلم بس مع السادة المشاهدين عن نقطتين مهمين جدا. الزواج عقد من العقود، وربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمونا عن مجموعة عقود كتير موجودة عندنا في الشرع، عقد البيع، عقد الإيجار، في عقود كتير موجودة عندنا في الشرع، من أهمها عقد الزواج. يمكن حضرتك هو ده العقد الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن ميثاق غليظ، يعني الزواج مش لعبة، يعني الزواج مش العوبة بين زوج وزوجته أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى سمى عقد الزواج، العلاقة بين الزوج والزوجة، ربنا سماها ميثاق غليظ. وربنا قال كده: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. اللي عايز أقوله في النقطة دي إن عقد الزواج هو العقد الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه ميثاق غليظ. دي حاجة. الحاجة التانية، يمكن عندنا اسطوانة الأيام دي الولاد مش عايزين يتجوزوا والبنات مش عايزين يتجوزوا. يا بنتي طيب ده مناسب، طب وانا ليه أدخل واحد حياتي ويتحكم فيا رايحة فين وجاية منين، ومش أنا عايشة في بيت أبويا معززة مكرمة وباكل وبشرب واخرج واتفسح، ليه أروح أرتبط بحد يتحكم فيه؟ والناحية التانية الشباب دلوقتي في 2023 يقولك طب وأنا أتجوز ليه واتحمل مسؤولية ومش عارف مرتبي كام والفلوس أخبارها إيه، بتكلم مين، طب تليفونك، طب أخرت ليه، أنا ليه أروح أجيب واحدة تنكد علي. الثقافة دي عايز أقول لحضرتك ثقافة خاطئة. وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كده في القرآن الكريم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ده الرسل اتجوز والأنبياء اتجوز والصالحين اتجوز، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: هذه سنتي ومن راغب عن سنتي فليس مني. دول نقطتين حبيت أبتدي بيهم الحلقة. لو تطرقنا إزاي أختار الزوجة الصح، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا معايير من خلالها نقدر نقول المواصفات اللي موجودة في البنوتة دي أقدر أدخل عليهم وحط إيدي في إيد والدها وأنا إيدي مليانة، ولا بسرعة أهرب وأخرج والموضوع ده ما ينفعنيش. يلا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع. في أربع حاجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من خلالهم إحنا بنختار الزوج. قال لي جمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. الجمال ده شيء نسبي، رقم واحد الجمال شيء نسبي. دلوقتي ما يجيش يقول لي ما هم بالنسبة لي أنا جميلة ملكة جمال، ممكن بالنسبة لحد تاني يعني مقبولة، ممكن لحد تالت لا مش هي دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجمال مركز لناش بقى انها لازم تكون مش عارف عينيها ايه وشعرها مش عارف لونه اصفر ولو احمر مفيش مشكلة، ومعرفش مقاس مش عارف ما هو مش بالمسطرة. الجمال هذا امر نسبي، يبقى ليه جمالها. تعالي حضرتك الحاجة التانية اللي حطها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحسب. لازم اختار بنت ناس، ما روحش اجيب اي حد كده مجرد ما عجبتني على السوشيال ميديا، مجرد احنا دلوقتي بقينا نخطب على الانترنت. انا عندي سؤال،
يعني ايه بنت ناس؟ بنت ناس، خليني يعني احنا بنحاول ايه ناخد واحدة واحدة، بس خليني اقول يعني ايه بنت ناس. بنت ناس يعني بنت اصول، وبنت الاصول دي اللي تشيلني وانا تعبان، بنت الاصول اللي تشيلني لو بقاش معايا فلوس، بنت الاصول اللي تشيلني وتقف في ظهر لحد ما اكبر، بنت الاصول لما ابقى تعبان تقف في ظهري وفي ظهر بمية راجل. طب نعرف ده ازاي واحنا لسه داخلين البيت؟ ما هو ده اللي انا بقوله بقى، اللي هو الحسب رقم 2 اللي قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لان الزوجة دي يعني واحد عفوا اعزك الله ماشي في الشارع لقى تفاحة وقع من شجر، لقاها الله ما شاء الله تفاحة جميلة، شكلها حلو، سليمة، كويسة، طعمها جميل، لا شكرا، مش هو ده المعيار. التفاحة دي طالعة من شجرة، الشجرة دي أخبارها ايه؟ نازلة من غصن، نازلة من تربة، في أصول وفي جذور خرجت منها التفاحة دي. ركز بقى، شوف أصلها إيه وفصلها إيه والجذور إيه والعيلة أخبارها في إيه، البيت إزاي بتعامل أهلها إزاي، أهلها بيعاملوهم إزاي، هم بيتعاملوا مع بعض إزاي، الأب دوره إيه في البيت، الأم دورها إيه في البيت. لأنه مع الأسف إحنا لا بندخل بيوت نشوف الآية معكوسة، يعني نشوف الأمور مختلفة، الراجل ما بيتكلمش والست واخدة دور الراجل. بالظبط كده، بالظبط. ناخد التليفون ونكمل. استاذ عبد السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك في الله. يا رب يبارك لك. ربنا يديك الصحه ويكفيك شر المرض. امين يا رب. انا حضرتك، انا من اسماعيليه، انا عندي 68 سنه. ربنا يديك الصحه وطول العمر. انا وانت يا رب وامك لا اله الا الله. امين يا رب. انا كنت بار جدا جدا والله اعلم بام وابويا. الحمد لله. ربنا اعلم انا كنت بعمل معاهم ايه. الحمد لله. وده من فضل ربنا ومات وهم راضين عني. الحمد لله. انا عندي ولد ابني الكبير ده عملت معاه كل حاجه، كل حاجه عملتها حلوه معاه. بينه وبينه 3 دقائق بالظبط، يعني الشارع اللي ورايا. ولاده انا ما شفتهمش، ما اعرفش اساميهم حتى. ليه؟ ما اعرفش. امه مريضه عندها القدم السكري وباتره بعد صوابع من رجلها. واصبح برضه عينيها مش شايفه منها، فبعت له اقول له يا ابني احنا مش عارفين حاجه منك، بص على والدتك عشان انت اللي خسران. بقاله قد ايه يا استاذ عبد السلام؟ بقاله 3 سنين دلوقتي. مقاطعكم؟ مقاطعنا، لان هو الله يسهل له وسط حاله ويهديه. امين يا هو رب. ماشي تحت جناح الزوجه. سامعني حضرتك؟ سامع حضرتك طبعا. فانا صعبان عليا انا، يعني انا خايف عليه. بس هل انا ده، ما احنا انا صعيدي اصل، في الاصل صعيدي، مش معلش بس انا في الاصل صعيدي. فعندنا مثلا بيقول لك سلف ودين، انا ما عملتش كده مع امي وابويا. ومش عايز منه حاجه. ما بصش على امه اللي قاعده تعتبر قاعده في البيت بقالها اكتر من 3 سنين دلوقتي ما شافهاش. ما بيخبطش عليكوا خالص ولا بيسال عليكوا خالص؟ ما بيسالش، انا مش عارف حاجه مني يسال. طب كان ايه سبب ان هو قطع من 3 سنين؟ ايه اللي حصل؟ وما فيش حد اثر حصلت بيني وبينه. انا كل جبت له عربيه فتحت له محل وفشل وعملت له كل حاجه. المشكله كانت مع مراته؟ هي مراته واللي اخدها يعني بعدها عننا، بس هي مش احنا مالناش حاجه عندها في الشرع وفي الدين، مالناش حاجه عندها. انا لما قعدت بعاتب ابني. ايوه. فمش عارفه يعني ايه ابعت له وابعت له رسائل. بيرد على حضرتك؟ نعم يا فندم. بيرد على حضرتك؟ لا لا ما بيردش عليا. بيشوف الرسائل وما يردش؟ بالعكس، انا ماليش في النت وماليش في انت حضرتك يعني انت عارفه انا راجل. أيوه. كبير. ايوه. فبناتي ربنا يخليهم ولادهم متابعين هم بقى السوشيال وبيقولوا الكلام الجديد اللي احنا ما نعرفوش يعني. فبتعمل حاجات على النت، حاجات تغيظ، عاوزه خدامه مش عارف منين، عاوزه مش عارف ايه، عاوزه يعني حاجات طبعا انا ماليش فيه، هي حره. ايوه. وماليش حاجه عندها اصلا، ولو وشي جاب وشها انا مش هقدر اقول لها الكلام ده، ماليش حاجه عندها. ايوه صح. ماليش حاجه عندها. وفي نفس الوقت البنات اللي متجوز، انا عندي بنات كلهم الحمد لله تعليم عالي يعني. وقاعدين في الستات بيوت بتربوا اولادهم. هو الولد الوحيد؟ لا عنده ولد تاني قاعد معايا لسه ما اتجوزش. تمام. وعلاقته باخواته ايه؟ صفر. او بقى لو في حد اكتر من صفر يبقى في اكتر من صفر. ما يعملوش علاقه بيهم برضو خالص، ولا يعرف دي ساكنه فين ولا رايحه فين، ما يعرفش حاجه اصلا خالص. فانا صعبان عليا. طبعا. صعبان عليا. يعني امهم دي انا الحمد لله انا عايز بخدمتها يعني الحمد لله. وما اقدرش اكل منها ليه؟ ما ادتني كتير هي برضه بشبابها. ربنا يبارك لك. انا دلوقتي ممكن بدون كسوف اغسل واطبخ وامسح واكنس واكله كل حاجه. ربنا يبارك لك يا رب. وفي نفس الوقت حضرتك البنات المتجوزين برضه ماليش حاجه عندهم، لان هم في عصمه رجاله.
أي. ما احنا عارفين الوصول. فلما كل واحدة مثلا كل اسبوع تيجي تبص على امها فتتخيلها، انما ابن اللي جنب مني في الشارع اللي ورايا وربنا ميسر حاله. فانا بسأل السؤال فضيلة الشيخ الله يبارك له، انا ما عملتش مع امه وابويا كده، ما عملتش والله والله ما عملت، ربنا شاهد عليا. طب اقول لحضرتك على حاجة؟ اتفضل. والله العظيم اقسم بالله ما بكذب عليك يا بنتي، والله ما بكذب عليك. مصدقاك اتفضل. انا عندي هي بتاخد انسولين وانا باخد انسولين، طب والله العظيم ثلاثة انا بطلنا ناخد انسولين عشان ما فيش عندي ثلاجة احط فيها انسولين. مش حد لا ما بصش لحد يديني، ما باخدش انسولين ولا انا ولا هي، مش قادر اجيب ثلاجة. وابني معاه بس برضه نفسي مش جايانه اقول له، طب اقول له ما هو شايف الوضع، انا مش عايز حاجة، مفطور باخد معاش والحمد لله، بس الفلوس كلها راح على العلاج بقى عندها، لان قدر السكري حضرتك انت عارف. عارفة طبعا. مش هدور على حضرتك برضه، مش هدور على حضرتك. واذا سألت بسأل الله، انا مسألش ما بقولش بشحت او اذا حد يديني حاجة، لا انا بتيجي بقول لك هو يقدر لو تلاقي قديمة ب 2000 جنيه يجيبها لي احط فيها الانسولين، مش هحط اكل ولا مية ولا لا 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 لا، لسه من الكل زي الفل وربنا يدوم علينا نعمة، بس هو قادر قادر حتى التلاجة صغيرة كده قديمة يعني قديمة احط فيها الانسولين، بس مش عارف حاجة تمنه وما طلبتهاش منه لان هو شايف من 3 سنين شايف الكلام ده، والله بطلنا الانسولين يا بنت. ربنا يقول لك يا رب وربنا يشفي يا رب. ربنا يقول لك يا رب. فانا بس فضيلة الشيخ انا هل ده هو ده السلف والدين؟ انا ما عملش معاه موبيه كده بس. حاضر. ممكن استاذنك تسيب لنا بس رقم تليفونك في الكنترول؟ حاضر يا فندم. نورتنا. دايما بنقعد نحذر الاولاد والبنات ونقول لهم داين تدين. هو سأل في جزئيه مهمه جدا، قال لك انا كنت بار جدا بابويا وبامي، ليه ابني يطلع يعمل فيا كده اذا كنت انا كنت بار بيه؟ هو طبعا لا شك اننا معرضين للامتحانات والاختبارات طبعا. في اي حاجه في اي حاجه في حياتنا، فممكن الاختبار بتاع والدنا الكريم يكون اختباره في ابنه، لكن ربنا سبحانه وتعالى من عليه بفضل الله سبحانه وتعالى ابنه الصغير، والبنات كمان بفضل الله سبحانه وتعالى بيودوه. لكن خليني اقول ان يعني لهذا الابن يعني اقول له اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى في والدك، ممكن كل الخير اللي انت فيه والدك كبرك وعلمك وجوزك وكمان واضح ما شاء الله جاب له شغل وفتح له محل، يعني ما شاء الله يعني الاب والله له حتى لو ما عملوش حاجه بالظبط، يعني الاب له ايادي بيضاء على ابنه، فاعتقد ما يكونش ده الجزاء طبعا. لان ممكن في لحظه غضب من الاب والام اللي هو سايبهم وهاجرهم لا من غير سؤال ولا متابعة صحة ولا متابعة أحوال، ممكن في لحظة غضب كل الخير اللي هو فيه ده والله يزول، والله حاله يتبدد في هوا في لحظة، علشان هو ما خدش رضا الأب ورضا الأم. علشان كده احنا محتاجين كلنا نركز مع أبائنا ومع أمهاتنا. لذلك يا أستاذة لميا لما ربنا سبحانه وتعالى وصى بالوالدين وصى بيهم في مرحلة الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أهل العلم يقولون لأنهما يحتاجان إليك في فترة الكبر كما كنت تحتاج أنت إليهما في فترة الصغر. أنت في فترة الصغر ما كنتش بتعرف تعمل أي حاجة بدون أبوك وبدون أمك، ده بيساعدك ده بيوجهك ده بينصحك ده بيوديك ده بيجيبك ده بيتابعك ده بيتابع صحتك بيتابع أدويتك بيتابع مذاكرتك. كذلك الأب والأم في مرحلة الكبر يحتاجان من أبنائهما هكذا المتابعة الدورية للأب والأم. حتى لو هنقسم الأدوار علينا كل حد يوم، كل حد من الأبناء يوم يتابع ويسأل. حسيت من كلامه أن الزوجة تقريبا هي اللي مقوية. وده اللي احنا بنتكلم عليه، لسه بنقوله قبل ما اخد التليفون بالظبط، وهو ده اللي احنا لسه بنتكلم فيه. ازاي اختار من الاول صح؟ اختار صاحبة الحسب وصاحبة النسب والأصل. اشوف البيت، ايوه اشوف البيت نفسه عامل ازاي، البيت نظامه ازاي، الاب والام الام اخبارها ايه مع بنتها، توجيهاتها نصائحها، لان حرفيا القالب اللي انت بتختاره ده وقت الخطوبة والله ما هيتغير، هو ده اللي هيفضل معاك مدى الحياة، ما تقولش هتتغير. القالب اللي انت بتختاره، البيت اللي انت بتختار منه، هو هو اللي هيفضل معاك قبل الزواج واثناء الزواج وبعد الزواج الى ان يرث الله، خلاص لحد الحياه ما تنتهي. لذلك احنا بنقول نختار صح، ندور صح، نفكر صح. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حط لنا المعايير قال تنكح المراه لاربع، لجمالها ولحسبها ولمالها، مش شرط المال انها تكون يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا
في حتة المال دي بالذات، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وبعدين سيدنا النبي اتكلم عن الدين وقال في الدين فظفر بذات الدين. عارفة حضرتك حاجة قدامك وانت بتخطفة من وسط الناس، عارفة حضرتك حاجة كده معينة وانت بتنتشلها، هي دي اللي بدور عليها، فظفر بذات الدين تربت يدك. والدين مش المقصود بيه وانت بتدور انك تختار صاحبة الدين. أصل الشباب دلوقتي يجي المسجد يقول لي أنا عايز واحدة من اللي بيحفظوا مع القرآن، أنا عايز اللي هي بتحضر دروس العلم، أصل أنا عايز من اللي هي رايحة على المشايخ وبتحضر دروس العلم. حلو قوي، بس احنا محتاجين نشوف الدين ده غير فيها ايه، بتطبق ايه من اللي بتعمله. الفكره مش ان انا راح احفظ قران وراجع من المسجد وخلاص. بالظبط، نحن لا نقلل من هذا، جميل انك تروح المسجد، جميل انك تتعلمي، جميل انك تتعلمي على ايد المشايخ، حلو جدا. يلا بقى نشوف الناحيه الثانيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الدين المعامله، في كفه الدين، حلو قوي، مش انا هاري السجاده صلاه بس المعاملات اخبارها ايه. يبقى في دين في معاملة، علشان أشوف معاملاتها أخبارها إيه. هل الدين ده انطبع على جوارحها، انطبع على تصرفاتها، على أخلاقها، على معاملاتها؟ أصل صاحبة الدين والخلق مجرد ما بتحصل بيننا مشكلة وأقول لها ربنا سمعا وطاعا، ده أصل ده سيدنا النبي سمعا وطاعا. ليه؟ خلاص في رباط يربطها اسمه رباط الدين. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ركز لنا على النقطة دي. استاذ سلام، يا ربنا سبحانه وتعالى سمى الزواج ميثاق غليظ لانه مش لعبه، الحياه الزوجيه ميثاق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله في حياته من زوجه صالحه. احلى حاجه ربنا سبحانه وتعالى يديها لك في حياتك بعد الايمان والتقوى ان ربنا يمن عليك بزوجه صالحه. يا رب جوز كل الشباب. علشان كده قالوا: طب ايه الزوجة الصالحة يا رسول الله؟ قال: من اذا نظرت اليها اسرتك، من اذا نظرت اليها اسرتك، واذا امرتها اطاعت، وان غبت عنها حفظتك في عرضها وفي ملك. في ست حاجات لو موجودين في الخطيبة اللي انت متقدم ليها اهرب بسرعة. تاني، ست حاجات لو موجودين في الانسان اللي انت بتفكر ترتبط بيها بسرعة اهرب، اهرب واسجد لربنا شكر. ناخد ام ياسين. الو، اهلا بيكي، اتفضلي. ازي حضرتك يا مدام لميا؟ الحمد لله بخير، دايما بخير يا رب. انا بس عايزة اقول حضرتك سؤال يعني تفارية يعني. اتفضلي اتفضلي. انا الحمد لله ربنا اكرمني بزوج كويس جدا وبيعملني معاملة بالمعروف، اللهم لك الحمد. الحمد لله. انا من فترة حصل مشكلة بين امي وبين زوجي، وزوجي منعني ان انا اروح هناك خالص. وللأسف ماما مش تفهمت معايا وحلت المشكلة، ويعني بنت على كده ان انا بضيعه وان انا ماشي وراه وان هو بقى ينفعني وان هي مش راضي عني. احاول ان انا اكلمها، احاول ان انا اتواصل معاها، شوية تبقى كويسة معايا وشوية ما تبقاش كويسة معايا وترفض ان هي تكلمني وترفض ان هي اساسا تسمع. فانا حقيقي بجد تعبت لان انا بين نارين، انا برضي زوجي وبرضي امي، في حين ان هو ما عملليش اي حاجه، هو كل اللي قاله لي المشكله ما اتحلتش، انت مالكيش مروح هناك. طب ليه؟ ولما طب هو رافض ليه ان انت تروحي لها؟ علشان هو المشكله بيني وبين اهلي ما اتحلتش. يعني هو ايه المشكله اللي كانت حاصله؟ كانت مشكله كبيره ان انا يعني كان في موضوع عند ماما وتعجزت هناك في المكان وزوجي جه كان طبعا. لا لا استني، مشكله عند مامتك وايه بقى اللي حصل؟ كده في المنطقه، في المنطقه انا كنت متواجده وتعجزت من بعض الشباب في الشارع. فاهلي يعني تصدروا للمشكله واتخانقوا، وجه زوجي من بره. مش عايزين زوجي يتدخل، فزوجي شايف ان ازاي انا ما اتدخلش، انا جوزها. طب هو مش عايزينه مش عايزينه يتدخل حفاظا عليه، يعني مقلقانين ان هو يدخل في مشكله معاهم؟ اهلها اتصدروا وهم خلاص حلوا الموضوع، فهو بالنسبه له الموضوع ده ما اتحل. يعني هو شايف ان اللي حصل وان اللي تم مش موافق عليه. انا اسم زوجتي اتذكر في الشارع واتذكر في كل مكان، وانا مش عاجبني الموضوع ده والحل اللي انتوا وصلتوا له. فخد بعضه واكتنب خالص. ولما روحت من عند والدتي، لان كانت ساعتها انا قاعده معاها كانت تعبانه، روحت قال لي انا لو سمحت الموضوع ده مش هيتفتح معاهم تاني طالما هم ما قدرونيش. بالمعنى كده بالظبط. الموضوع ده بقى له قد ايه؟ ست شهور. وزي ما قدرونيش يعني.
ما قدرهوش ازاي؟ مش فاهم. ما قدرهوش يعني ان انت طب ايه اللي مزعلك؟ طب انت ايه اللي يرضيك؟ طب انت طب ما بتجيش عند التصرف. هو ما كانش موجود اصلا، هو ما كانش موجود وقت المشكله، فاللي موجود لا. اهلك فتدخلوا حل المشكله، صح كده؟ لا ما هو لما جه كانت المشكله شغاله. طب اهلك يعني استقصوا قالوا له دي مشكلتنا مع بنتنا احنا هنحلها انت مالكش فيه؟ قالوا له كده يعني؟ مش فاهم. قالوا له انت مالكش دعوه احنا هنحل. لا مش بمعنى مالكش دعوه، احنا خلاص انت عايز تعمل ايه تاني؟ احنا حلينا المشكله. قالوا لهم الحل اللي انتوا حلتوه مش عاجبني. يعني ده مش حل. ترتبت عليها بقى المشكله دي ان هو المشكله الناس اللي انتوا عملتوا معاهم مشكله على علاقه بيكوا، يعني جيرانكوا تعرفوهم قرايبكوا؟ لا كانت ناس غريبه اساسا، لا انتوا لا اهلك يعرفوهم ولا هو يعرفهم. لا لا ناس شغالين فاتحين كافيه في المكان وما بس. فعلشان كده انا مش مشكلتي مع زوجي وامي، اللي انا برضي زوجي وبرضي امي. لا انا بتحايل عليه يقول لي خلاص هتروحي ساعه من غير الولاد، فيحصل مشكله بيني وبينه ان انا ازاي ما اروحش من غير ولادي وامي. ماما مثلا بقت بتيجي وهو في الشغل، فالموضوع بيجي كده. يعني هي شايفه ان انا لما باجي نازله رايحه عندهم بيقول لي كلمه واحده بس يا فضيله الشيخ، انا مش راضي عن المكان اللي انت رايحه، بيخليني ماشيه حاسه بالذنب طول الطريق، وطبعا بعاند علشان انا عايزه ارضي امي. فانا ارجع من عندهم ارجع اقعد اراضي واصالح وحقك عليا عشان خاطر ربنا، عشان خاطر اي يعني عشان خاطر ربنا بس انا برضي. طب انتوا ليه ما بتحاولوش تحلوا المشكله بين وبينهم؟ انا قلت لماما يا مدام لانيا، قلت لها انا بدفع سوء رد فعلكم. يا ماما حلوا المشكله معايا. تقول لي لا جوزك متكبر مش هنحل معاه حاجه ومليش حق ان هو يتكلم. والله يا امي غيران عليا، غيران ان مراتي اتعدت. اي حد في الدنيا هيدير، ده صح ولا غلط؟ صح طبعا. تقول لي لا ملوش حق، اخواتك اتصدروا. طب ماشي معلش، خلاص يا ماما انت حليت المشكله وعملتوا اللي يرضيكوا، تمام. تعالي بيتي يا ماما انت واخواتي وقولي لهم ايه اللي مزعلك، دي فيها مشكله؟ لا طبعا لا مش ده معاند حقيقي يا فضيله الشيخ. امي معاندك وزوجي كمان معاند لان هو شايف ان هو ما تقدرش، وهي اللي تايهه بينهم هما الاثنين. بالظبط. انا اكلمها مره اتكلمت حلو وعشرة لا، وشهر قطعتني وشهرين تكلمني حلو، ومره يعني خلاص تعبت. هو اخواتك ايه؟ اخواتك رجاله ولا بنات؟ ما عنديش خالص. طب وهم رايهم ايه في ده؟ زي مامتك؟ لا اخويا الصغير رايه غير ماما، رايه ان انت ما تسمعي كلام جوزك، وان هو المفروض ان انت انا لو مراتي قلت لها ما تروحش في مكان ما تروحش، وطالما انت ما مش بيجي عليكي في حاجه وبيعاملك كويس. واخويا الكبير شايف رايه ان هو راي من راي ماما، هو مش من المنطقه وهو مش ما يعرفش حاجه على سر بلدنا والكلام. طيب ماشي، ما هو نقعد ونتفاهم ونقول الكلام ده ان انت ما تعرفش حاجه واحنا بنبعد عنك اي مشاكل، مش عايزينك تتصدر في حاجه، احنا تصدرنا بدالك، يعني الكلام اللي فيه تيب خاطر ده. دي النقطه اللي مزعله زوجي بس، اللي هو انا ما حدش، انا لما قلت لكم كمان ان بنتكم مش هتجيلكم ما حدش جه قال لي انت بتعمل كده ليه، ما حدش جه قال لي انت منعت بنتنا عننا ليه. هم ما كبروهوش بس، هي دي النقطة. حضرتك كده وصلت للنقطة الصح، وهي شايفة ان زوجك ينفعك، ان زوجك مش عارف ايه، اني خليكي ماشية ورا كلامه. وانا معلش انا مش بغضب ربنا لا فيكي ولا فيه. هو ما عملش معايا، والله يا مدام لميا انا ما عملش معايا حاجة يستاهل مني بس سوء نية فيه. وماما زي الظلم جدا في جوزي، في حين ان هو اجتنب، حتى ما قالهاش انتوا عملتوا او سويتوا، لا اجتنب الموضوع خالص، وبقى بيخليني مثلا بعد محايلات وتدخلات مني كتير ان انا اروح مره كل شهر، وبيحددني بالوقت كمان. طيب حاضر. طب يا ام ياسين راي حضرتك ايه؟ هو انا شايف على اي وضع ما كانش هو ينفع يمنعها، يكون العقاب ان يمنعها انها تروح بيت اهلها. هو ممكن يكون مش عقاب، هو برضو خلي بال حضرتك قالت حاجة، هم اللي عكسوها فاتحين كافيه قدام بيتهم، فاذا في الراحة وفي الجاية هم شايفينها. ما هم برضو ده مش مبرر ان انا امنع زوجتي انها تروح لاهلها. لا انا ما بقولش مبرر، انا اقصد اقول لحضرتك انه ممكن يكون هو ما بيعملش ده مش كنوع من العقاب ليها. طيب خلينا بس نحلل المشكلة. طيب. الاول ان حصلت مشكلة مع اختهم، هو ما كانش موجود.
طبيعي جدا انهم يتدخلوا، فمش هيستنوا لما يجي سواء كان مسافر او في بلد تانية او في بيته علشان والله تعالى اختنا حصل معها مشكلة اتفضل قول لنا نتصرف ازاي. انا شايف بالعكس هم تصرفوا صح وحلوا المشكلة في وقتها، في حالة كمان انهم لو رنوا عليه او عرفوه والله حصل مشكلة كيت وكيت مع زوجتك ومع الناس الفلانيين واحنا تصرفنا بالتصرف الفلاني وحكمنا بكذا والمشكلة انتهت على كذا، مدام هم حطوه في الموضوع وهو اصلا ما كانش موجود اثناء المشكلة والمشكلة اوريدي شغالة، هم تصرفوا صح ان هم طبعا خدوا حق اختهم او انا معرفش هو التصرف ايه، لكن هو لما جيم كان بالنسبة له ده مش مرضي. هي الفكرة فكرة ان هو حس ان هم خرجوه برا الحكاية كأنه ملوش حق في مراته. لا طبعا هو يقينا هو ليه حق، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في طريقة حل المشكلة ودي مش مشكلة. اهلها حلوا المشكلة بالتصرف الفلاني، هو ليه وجهة نظر في حل المشكلة، لا العكس كان هحبسه. طب ما هو مش صح، ما هو وارد يحصل مشكلة اكتر، ما هو وارد ان اهلها حلوا المشكلة بالشكل ده علشان احنا في النهاية جيران، علشان احنا في النهاية وشنا في وش بعض، علشان احنا في النهاية ما ينفعش علشان تصرف شاب سيء اتصرف بهذا الشكل نخرب علاقة عائلة كاملة وجيرة كاملة احنا عايشين معاها العمر كله. فممكن يكون تصرف اهلها اتصرفوا بناء على حيثيات معينة مش موجودة عند الزوج، تمام؟ فاللي انا عايز اقوله ايام ما يكون المشكله اتحلت ازاي، ما دام هم حطوه في المشكله وحطوه في الصوره وكبروا، يبقى ايام ما يكون حتى وان كان الحل غير مرضي ليه ما يمنعهاش عن اهلها، يروح معاها المشكله اهلها يقولها، لكن ما تبقاش المشكله ان هم ما كبروهوش، هو المشكله ان هم جنبوه الموضوع خالص ما حاولوش حتى يرضوه، فهو حس ان هو ملوش لازمه، هم ما عملولوش قيمه يعني ما عملولوش اعتبار، هي دي اساس المشكله. لا لو هم فعلا ما عملوش اعتبار، لو هو ده اللي اتقال وهو ده الواقع اللي حصل، لا ما ينفعش. هي بتقول كده هي بنفسها بتقول جوزي ما عملش معايا حاجه، جوزي راجل كويس ما عمره ما اذاني في شيء، وان والدتها واخواتها هم اللي معندين. الزوج ما دام هو اتحط في الصوره وتحط في الموقف نفسه وتحط في المشكلة، أنا شايف إن الأهل كده براء من الموضوع. كون الزوج بقى كويس وبيعملني كويس وما قصرش معايا وكل الحدوتة الجميلة دي، يا أستاذ زلام يا ليس هذا مبرر إنه يمنعها عن أهلها، هو ياخدها ويروح يزورها أهلها، أهلها ييجوا عندها. لكن خطاب بقى الأهل لأهل الزوجة، ما ينفعش بأي حال من الأحوال أننا ننحي الزوج جانبا، الزوج هو ولي أمرها، الزوج هو زوجها وهو أبوها وهو أخوها وهو ولي أمرها. أنه خليه ينفعك، لا لا ما ينفعش، زوجها هو المسؤول عنها خلاص، فما ينفعش بأي حال من الأحوال أن أهل الزوجة يقصوا تماما عن المشكلة والله دي بنتنا وانت مالكش فيه، هذا ليس من الشرع، ده حق، حقه انه يتابع زوجته انه يعرف ايه الاحوال ويعرف ايه المشكلة وكمان نحل الحل اللي يكون راضي لهذا الزوج، لكن ما ينفعش على اي حال من الاحوال ان احنا نقصي الزوج جانبا. ست حاجات لو الزوج لقاها في الخطيب، احنا بنتكلم عن المتجوزين، لو الخطيب اتجوز خلاص اتجوز ربنا معاه ان شاء الله يرضيه، ربنا يتولاه يعني ولا ايه؟ ربنا يرضيه ان شاء الله ويكرمه في الجنه كده، احنا نتكلم ان هم لسه ما اتجوزوش. الخطيب اللي داخل لسه يشوف بنت، ست حاجات لو لقاهم فيها يطلع يجري. بالظبط. نعد مع بعض: الانانه، الحنانه، المنانه، البراقه، الشداقه، المسترجله. يلا نشرحهم كده بسرعه. اتفضل. الانانه كثيره الان، كل ما يجي يقرب منها يا ظهري يا رجلي يا مفاصلي الحقني، اصل في فسفوسه طلعت، اصل في دكتور مستشفى خاصه الطوارئ. يا استاذ ده فسفوسه يعني الطوارئ. الانانه كثيره الان، ما هو نظري ضعف من كتر مذاكرتي لاولادك، ما هو انا ما انتوا عملتوا فيا وسويتوا فيا. الانانه كثيره الان دي ابعد عنها، اللي كل ما تتكلم
جيب لك مشكلة صحية عندها اركن. الأنانة المنانة اللي بتمن عليك، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده في القرآن ولا تمنن تستكثر، ما تمنيش عليا حتى لو عملت معايا موقف كويس، ما تمنيش عليا، هو لولا أبويا أنت كان هتقوم لك قومة، لولا أنا بعت لك الذهب كان مش عارف هيحصل لك. أيوة بس ما هو ده اللي حضرتك بتقوله ده بيظهر في الجواز، لكن موضوع العيا والمرض ده بيظهر من الأول، يعني أول ما تصحى تلاقيها طول الوقت بتشتكي أنا صاحية عندي صداع، دماغي وجعاني، دايخة، مش قادرة أتحرك، مش قادرة أقوم، على ظهري. ممكن تمن عليه برضو قبل الجواز تقول له إيه؟ تقول له أنا جبت لك هدية في عيد ميلادك، دي ماركة، تخلي بالك ده أنا كنت بحوش، أصلا أنا استلفت، أصلا أنا جبتها مش عارف بالمبلغ الفلاني. اللي تقعد بقى تمن عليا أصل مامتك مش عارف عملت إيه، بس أنا علشان خاطرك امتصيت غضبها وجيت على نفسك، بيظهر وقت ما نيجي نفرش البيت، يعني وقت ما نيجي نجهز فتبدأ تقول الكلام اللي زي. إحنا بقى مش هنستنى بقى لحد ما نجهز، إحنا بنقول يا جماعة يلا الشباب يركز من دلوقتي ويحط المعايير دي قدامه. لو هو وصل لسبعين في المية يلا يتوكل على الله، اقل من السبعين لا هنقول لك استوب. حط المعايير دي وحط لنفسك ليفل واعمل مقاييس، اصل ده حياة، حياة هنعيش مدى العمر. يبقى قلنا الانانة كثيرة الان، المنانة اللي بتمن عليك انها عملت لك وعملت وعملت وعملت، خلاص. الانانة المنانة الحداقة، الحداقة اللي هي مركزة في كل حاجة، تخرج انت وهي خروجة، تروح انت وهي عند حد صاحبتها، تروح تحضروا فرح مش عارف، بص عاملة الفرح في قاعة مش عارف بالشيء الفلاني، مركزة، اصل ده لابسة فستان مش عارف ايه، اصل ده بص صاحبتك احنا لما روحنا ده عندها اطباق، الطقومة اللي بتجيبوها اسمها ايه، مش عارف طقم اسمه ايه، تيفالو، ده مش عارف ده جايبة مش عارف. طب الحداقة دي اللي بتركز في كل حاجة، في كل الديتيلز، عايزة كل حاجة في كل حاجة، لا ابعد الحداقة. تلاقي صاحبك رد عليك يقول لك البيت ولع ما تجوش عندنا تاني، كل حاجة بصت فيها باظت. يبقى الأنانة المنانة الحداقة الشداقة كثيرة الكلام، بقى الكلام الكتير، ترغي كتير، الرغي في اللي ملوش لازمه واللي فيه لازمه احنا عايزين نتكلم، اتكلمي وفضفضي بس مش لدرجه كثيره الكلام. البراقه اللي هي بتتزين وهي خارجه بكل انواع الزينه، بس في المقابل في بيتها ولا حاجه، رابطه مش عارف ايه على دماغها ومش عارف عامله ازاي وبقى ستنا. طب بس ده مش هيبان في الخطوبه استحاله، ما هي اصل الخطوبه انا لما بروح يفضلوا الاثنين على سنجه 10 زي ما بيقولوا، بس لا شك ان احنا عندنا شخصيه بنتعامل بيها، شخصيه طبيعيه جدا، في شخصيه احنا بنتعامل بيها بره، الشخصيه العامه بكون بقى حريص ودقيق ولابس والاتيكيت وبتعامل ازاي وبتكلم ازاي، الشخصيه الثانيه بتعامل جوه البيت. طول ما هو موجود في الاسره شايف كل الحاجات دي، خاصه في فتره الخطوبه يلاحظ بقى ويركز، خاصه مع الاب مع الام معاها، ما في فتره خطوبه في دخول وفي خروج. شايف المده الزمنيه لفتره الخطوبه الانسب ايه؟ يعني في ناس يقولك احنا ما بنحبش الخطوبة الطويلة، هو 6 شهور وخلاص او سنة وخلاص، سنة او 6 شهور كفيلة ان اللي حضرتك بتقول عليه ده. طبعا سنة حلوة جدا في فترة يروح يقعد عندهم في البيت بقى، لا مش هيقعد في البيت عندهم. بس مادام في تعامل لمدة سنة كاملة، مرينا بأحوال ومرينا بظروف ومرينا بأفراح ومرينا بأطراح ومرينا بمناسبات ومرينا بأعداد، فواضح جدا خلال السنة دي هقدر اكتشف الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. اخر حاجة لو لقيتها موجودة في خطيبتك امشي كمان بسرعة وما توقفش، المسترجلة. سادس حاجة المسترجلة، تقول لك حقي وحقك، حقي وحقك، نبقى خارجين انا وهي، هي اللي تحاسب، خارجين انا واحنا خارجين مع بعض هي اللي تحاسب، خارجين مع بعض هي اللي ترد، بنسأل على حاجة هي اللي تسأل، يا فندم يا هانم في راجل موجود، هي اللي بتتكلم، هي اللي بتسأل، هي اللي بتحل المشكلة. طب انا وظيفتي ايه؟ اللي تقول لي حقي وحقك، زيك واحد زائد واحد يساوي 2، ما هو ما ينفعش. لما مر واحد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السام عليكم، السام يعني المرض عليكم او الهم عليكم، دعوة مش حلوة يعني. فسيدنا النبي، فسيدة عائشة بقى ازاي انت تقول لزوجي كده، انت قامت فيه بقى، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا ما ينفعش، في رسول الله موجود، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، خلاص. فانا عايز اقول المسترجلة لا ابعد تماما، في راجل وفي ست، في راجل هو المسؤول، هو اللي يتكلم، هو اللي يتصل، هو اللي يحل المشكلة، هو اللي يبتدي، مش انا اللي اقتحم رجولته
وادخل بقى انا اللي في الموضوع. علشان كده كان في شيخ اسمه ابو عزيزه، ففي احد تلامذته يعني قال له بص يا مولانا انا احترت وبدور على يعني نفسي في عروسه حلوه ومش هلاقي حد يختار لي احسن منك، فشوف لي شوف لي كده عروسه حلوه يعني. فكتبها له في رساله وكتب له المواصفات اللي هو عايزها وصاها في ابيات شعر. قال ايه؟ بعث امرؤ لابي عزيزه مره، ابي عزيزه ده اللي هو الشيخ، بعث امرؤ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول اريد منك حليله زوجة يعني شقراء، عد معايا شقراء، معروف لديكم اصلها، وعزيزه وقريبه ورصينه في عقلها، وتكون ذا مال وفير تعطي، يعني دخل على طمع، وتكون ذا مال وفير تعطيه من بعد الزواج لبعلها. فأجابه الشيخ وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. عايزين نقول إن مفيش حب كامل، إحنا بنختار على الأصل والدين والأخلاق، في ديفوهات يقينا، أنا مش كامل مفيش حد كامل وهي مش كاملة، ففي حاجات قابلة قابلة انها تتصلح، في حاجات قابلة اننا ممكن نتناقش فيها ونحلها. ناخد مدام ضحى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام مريم؟ الحمد لله بخير. احنا ربنا يخليك، الله يكبر بخاطرك ويسعدك ويخليك ولادك. ربنا يخليك يا رب. انا مش متابعة نفسي ان انا بكلمك والله. نورتي الدنيا كلها. يا رب يخليك. بقول لك انا ليا اخت جوزها توفى وساب مبلغ كبير في البيت. فهي راحت خبت نصه وظهرت نص بقية الفلوس. ليه؟ عشان خاطر بتقولك عشان انا عايش ما عنديش معاش ولا حاجه يعني حطهم في البنك واخد معايا. عندها اولاد؟ يا ولد وبنت. تمام. لا مش فاهم. هل ده حرام ولا ايه؟ جزء اختها توفى وسايب مبلغ كبير في البيت، خبت جزء منه وظهرت جزء بس. هي عندها ولد وبنت. طيب عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا يعني هو ده حرام عشان الفلوس دي معايا انا. الفلوس اللي هي خبتها مع حضرتك؟ فانا مستخرمه. وهو ليه اي حاجه تانية ورث غير الفلوس دي؟ لا مفيش حاجه، هو المبلغ ده. طيب حاضر حاضر. انا برد عليه وكميه قلب، انا هل انا اشيل ذنب ولا ايه؟ حاضر حاضر، فضلت الشيخ هيرد على حضرتك حالا. اتفضل. هو الصح كل ما يتركه الزوج ترك للجميع، سواء كان للزوجة أو للأبناء والبنات، يعني هو في ولد وفي بنت، البنت لها النص، الزوجة الثمن، الولد الباقي. ده التقسيم الشرعي للميراث وللتركة. هي ما ينفعش بحال من الأحوال إنها تيجي على نص التركة وتاخدها لصالحها وتاخدها لحسابها وهو كده وأنا هعيش منها. لكن الصح المفروض يحصل، حضرتك ليك الثمن، والله زوجي ساب، أبوكم ساب الحكاية الفلانية، ده اللي سابه الوالد، حقها الشرع التم، وتقدر تستعطف أبنائها الواد والبنت، والله أنا شايفة أن التم ده مش هيقضيني، شايفة أنكم ما شاء الله مرتاحين في حياتكم وكل حد ليه مصدر دخل، فأنا بستأذنكم في واحد اتنين، أو أكيد يعني أكيد الطبيعي النورمال أن الأولاد مش هيسيبوا مامتهم محتاجة، الطبيعي مش هيسيبوا مامتهم محتاجة وهيسيبوها وهيلموها. لو هم صغيرين فالفلوس دي كلها بتروح يعني بتتحط باسمهم. تتحط باسمهم طبعا، تتحط باسمهم وهي وصية عليهم. فاللي أنا عايز أقوله بأي حال من الأحوال بعد وفاة الزوج ما ينفعش أنا أروح أقتطع حاجة وخدها خاصة بيا، خاصة بدون علم بقية الورثة. عرفيهم والله أنا محتاجة الحاجة الفلانية، محتاجة الشيء الفلاني، محتاجة أخد الحكاية دي علشان أمشي بيها حياتي. لو أوكي في موافقة وفي تراضي تمام، أنا خرجت من دائرة الحرام. لكن أنا أقتطع عافية وهو كده ومن وراهم، هذا ليس من شرع الله سبحانه. يبقى لازم ترجع الفلوس تاني وتظهرها. طيب ناخد أم ندى. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ممكن اكلم الشيخه فاطمه؟ اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي يا عم الشيخ. اتفضلي. انا متجوزه، كنت في بيت عيله تمام. وعيلة حضرت مشاكل كده واكتشفت ان حماتي بتكتب لي او بتعمل لي سحر يعني، فجينا عزلنا بعيد عنهم كده يعني. فجوزي يعني من بعد ما عزلنا هو مقتنع بكده وسأل والدته، ووالدته اعترفت له بالحقيقه ان هي عملت كده. قالت له انا عامله لكم سحر؟ عامله لكم سحر. بس انا كنت بعمل لكم بالرضا، انا ما كنتش بعمل لكم بالنكد، كنت بعمل لكم بالرضا بس. فانا قررت ان انا ما اقعدش معاها تاني لان هي عزتني والله 4 سنين.
بس فمن بعد ما عزلنا وقعد هو قعد معايا 21 يوم بس بالظبط وبعدين سافر. بس 21 يوم دول كانش بياكل ولا بيشرب معايا وكان دايما بياكل ويشرب هناك وما كانش يعني اي حاجه كان يتيجي نادى عليها عشان خاطر الاكل وكده. انا بيني وبينهم ما فيش يعني مسافه بعيده قريبين جدا لبعضهم. ومن بعد ما مشي على سفره او على شغله المعامله اتغيرت معايا اللي هو بيتلكسني اللي هو عايز يرضيهم باي طريقه على حسابي انا. بس فبيكلمني يعني هو خلاني رحت لهم على اول رمضان وكده يعني ورضيتهم وهم باسهل الاسباب بيترموا عليا بيقعدوا يقولوا عليا كلام مش كويس ويقولوا عليا حاجات وحشه فانا اختصرتهم تاني. فهو معاملتي كل ما بخاصمهم وهم معاملتهم بتتغير معايا. بس فانا عايز اعرف انا حلال يعني حرام عليا ان انا اعمل كده وما اكلمهمش ومعني انا عارفه كده ولا ايه يعني انا مش فاهمه بس خايفه احسن يكون حرام عليا ان انا عايزه تقطعيهم خالص يعني مش يعني مش كده انا مختصرهم اللي هو بس بكلم اخواته هي يا بنت وامها بس هو مش بكلمهم لان هم اكتر ناس قاسوا فيا وجم عليا بس فانا ما بكلمهمش كل ما انا بكلمهمش هو معاملته تتغير معايا فانا مش عارفه هو معاملته تتغير معاكي لما انت بتخاصميهم ايوه بس فانا عايز اعرف انا اعمل ايه. طيب حاضر. طيب هنا يا منى تعملي ايه حضرتك؟ تفوقي سحر ايه وشعوذه ايه واعمال ايه وعملت لنا بالرضا وعملت لنا بالتفرقه؟ مين قال ان حد بيعمل حاجه؟ ما هي بتقول لك ايه اعترفت لهم قالت لهم انا عامله لكم عمل دي كارثه اللي احنا فيه ده يا استاذه لميا كارثه. سحر ايه وشعوذه ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف وحيد في الكون مش اي حد. هو دلوقتي بقى متاح لاي حد يعمل لحد بالرضا ويعمل لحد بالتفرقه ويعمل لحد يسيب شغله ويعمل لحد يتوظف ويعمل لحد. مين قال كده؟ المحبه والبره يا جماعه اين الله؟ اين الله؟ مفيش حاجه بقى. السحر موجود في القران بس المين ومين يقول؟ ومين يقول ان الحاله دي في سحر؟ ومين يقول ان العمل ده مش عارف ايه بالشكل الفلاني؟ مش قصتنا. كل حاجه في حياتنا خاصه الحياه الزوجيه يا استاذه لميا لو بنيت على اصل معمول سحر اصل معمول شعوذه احنا يحصل لنا هوس. احنا نعيش ولا هنركز في اننا حتى نبقى احنا نفسنا سعداء. احنا مهووسين. الشعب المصري مهووس بمساله السحر والشعوذه. بقت دلوقتي لو وقعت منها كوبايه في المطبخ الحق اصل جارتنا بصت لي اصل ده حد عامل لنا اصل الولد مش عارف يذاكر في الثانويه العامه اكيد جارتنا اللي كانت مش عارف اصلها عارفه واحده بتسافر مش عارف فين وعارفه شيخ مين. مش ينفع حياتنا تبنى على هذا الوهم. حضرتك بتصلي بتقري قران صلواتك الخمس اذكار الصباح واذكار المساء مستحيل لحد يعمل لك بالرضا ولا حد يعمل لك بالتفريق. في مشكله. في مشكله لما رجع بيتك وعزلتي انت وهو سابك ومشي. نحل المشكله. تعالى ايه الموضوع؟ في ايه؟ في حوار وفي نقاش. ايه السبب؟ ونحل المشكله بتاعتنا. مش معنى انه ساب البيت ومشي اصل العمل باظ اصل كانت عامله لنا بالرضا فالعمل اتفك. مش معناه كده. اصل انا بقيت انا مش عايزه اروح لهم علشان انت مش عايزه تروحي لهم ايه؟ شوف الكارثه اللي انت معتقده فيها الاول السحر والشعوذه والاعمال. ونحل مشكلتنا ننحي الموضوع ده جانبا رجاء يا جماعه رجاء. انسوا المساله دي انسوا القصه دي. احنا بقى عندنا هوس بالسحر والشعوذه والاعمال. الله سبحانه وتعالى هو النافع وحده والضار وحده والمتصرف الوحيد سبحانه وتعالى في الكون وليس لأحد من البشر. هذا السحر موجود في القرآن بس المين؟ مين يقول ان ده في سحر والسحر والقصة قصة مش بتاعتنا خالص. الشماعة اللي بنعلق عليها اي حاجة بالظبط. ما بقيناش عايزين نحل اي مشكلة بينا ونقول اصل عمته كانت بتعمل اصل مامته عارفة واحدة بتسافر مش عارف فين وتروح اصل هو مش طايقني ومش قادر يشوفني ومش عايز يتعامل معايا عشان خاطر في حد عامل عمل بان احنا نبقى كده. بالظبط. نشوف مشكلتنا فين ونقعد نتصافى مع بعض ونحل المشكلة بيننا وبين بعض. لكن نبني كل تصرف في حياتنا ان في اذى وفي اصل خطينا اصل جارتنا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. افضل الصلاة والسلام. لما بنحب حاجة دايما ايه نطلع ليها مليون الف مبرر. يعني هو بخيل او لا اصل هو مش بخيل ده هو حريص. بعد الجواز الدنيا هتختلف. هو معرفش ايه بعد الجواز الدنيا هتبقى معرفش هي اصلا ايه. لا الاصل هي بعد الجواز ما يبقى تتجوز بقى ويبقى عندها اولاد هتختلف وهتتغير. ايه الحاجات اللي فترة الخطوبة اشوفها اقدر اقول هتتغير وهنعرف يعني نتخطاها ونعديها وايه الحاجات اللي لا مش هينفع خالص.
احنا اتفقنا ان في حاجات اساسية بناء عليها اختار، في حاجات بقى فرعية لو انا لقيتها موجودة اقدر اقول لا، يعني مدام في اساسيات موجودة، في اصل وفي دين وفي خلق وفي وبنت ناس وبنت اصول. الحاجات الفرعية مثلا زي مثلا انها بتقول كل حاجة، ما بتفرقش تقول ايه وما تقولش ايه. ممكن ابقى اتكلم انا وهي مكالمة، اصبح الصبح الاقي المكالمة موجودة في البيت كله، اصل ده حصل وقال لي وقلت له ومامته وباباه واخوه، حصلت مشكلة ما بينفعش تسكت. لا ابتدي بقى انا اقلمها بقى، بص يا بنت الناس انا ما بحبش حد يعرف عني حاجة، حواراتنا واحوالنا الشخصية دي خاصة بينا احنا، لكن ماما تعرف بقى. اصل يا ماما اصل حسنين نزل من 25 دقيقة وهيكلم مش عارف مين ورايح يقابل يا ماما، اصل انا عملت الشاي وحطيت السكر، حركي مين ولا حركش يعني. بص في حد هو كل ما ينفعش تعمل اي حاجة، البيت صفحة شاشة معروضة عند بيت. كانت زمان أهلها. مشكلة في الستات، النهاردة بقول الاثنين يعني ممكن تلاقي الزوج برضو في نفس الطباع دي، في راجل بيت والله العظيم متأكدة والله يعني حضرتك مش متحيزه للنساء؟ لا لا ده انا خالص، ده انا مش معاهم خالص. لا انا بتكلم دلوقتي في الحالتين، انه فعلا بقى فيه رجاله بتتكلم كتير زي ما الستات بتتكلم كتير، ده مع الاسف لانها طبعا هي صفه ولا حلوه لا في الست ولا في الراجل. عايز اقول لحضرتك قاعده مهمه جدا، لو في تالت ايام ما يكون اب ام اخ صديق دخل بين الخطيب وخطيبته، بين الزوج وزوجها، اضمني ان الحياة باظت. لو في تالت دخل، ما ندخلش اي حد. عارفة حتى حضرتك لو احنا في فترة الخطوبة وحصل موقف، لو حد اتدخل ما هو انا عايز اظهر شخصيتي وعايز اظهر رجولتي، وهي كمان عايزة تظهر شخصيتها قدام اللي داخل في الموضوع، لكن طول ما فيش طرف تالت في الموضوع انا بقى اتكلم معاه واتدلل عليه شوية فالامور هتمشي، هو هيكلمني بطريقة معينة ويتدلل علي بطريقة معينة، المشكلة هتتحل، لان الموضوع ما تعبناش احنا مع بعض، سمنانا في زيتنا ولا دقيقنا في زيتنا حاجة كده. لكن ابتدي اتكلم وادخل، هو يدخل مش عارف مين ويدخل مش عارف حد منين، في النهاية هما بيتصالحوا وبتفضل الكلمة اللي حصلت او الموقف اللي حصل الطرف الثالث، سواء كان بقى خصوصا لو الاب او الام من الطرفين بيبقوا شايلين. بالظبط. ممكن في اقصى الحدود والمسائل حصلت مشكله كبيره قوي وهم مش عارفين يتصرفوا، محتاجين تدخل حد، ساعتها ممكن ندخل حد، لكن مش في الكبيره والصغيره. ماما حصل، بابا حصل، اخويا حصل، اصل وصل، ما ينفعش. ده بقى دلوقتي ممكن الحياه اللي بينهم معروفه عند الاصحاب والاصدقاء، هو ليه صديق وعارفه ان هو التيم بتاعه، فبترن عليه تقول له صاحبك عمل وسوى وقال وسوى. صح. ما ينفعش. لو احنا وصلنا لا قدر الله المشكله كبيره وعويصه قوي، محتاجين حد، فبعثوا حاكما من اهله وحاكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان الله كان عليما خبيرا. العشره بالمعروف نلخصها كده، العشره بالمعروف ليها معايير كتير جدا. العشره بالمعروف لما عاشر زوجتي بالمعروف ما قفلهاش على الوحده، لما عاشر زوجتي بالمعروف لو غلطت واعتذرت اسامحها، العشره بالمعروف ان انا ما استغلش القوامه بتاعتي واقهرها، العشره بالمعروف اني اقدرها واحترمها، العشره بالمعروف ان انا في اشد الظروف والاحوال اللي انا فيها ما انساش بيتي وما انساش زوجتي وما انساش اولادي، العشره بالمعروف ان لو صدر منها اي موقف واي تصرف، لان عندنا الزوجه في الاسلام في ايام هي مودها بيتغير، عندنا في ايام معينه هي ما بتبقاش في حالتها المزاجيه الطبيعيه، المفروض ان يكون حريص ويخلي باله ويركز في كل هذه الامور، وده نداء ربنا سبحانه وتعالى لينا، وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يفرق مؤمن مؤمنه ان رضي منها خلق، ان كره منها خلق رضي منها اخر. صحيح صحيح. نورتني يا فضيله الشيخ. نور حضرتك. بشكر حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر اشوف حضراتكم ملكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.